في الفيديو ديال البارح هضرت على القصه ديال واحد جوج ديال الناس، واحد سميتو سعيد وواحد سميتو حميد، وقلت باللي انه الفرق اللي خلى سعيد انه يبدل الخدمه ديالو هو الكوتيديان ديالو، يعني اليوميات ديالو. اليوميات ديالو بدلها، ما بقاش كيدير نفس الحاجه، داكشي علاش وصل لواحد النتيجه جديده، في حين انه حميد بقاو عنده نفس اليوميات، بقى كيدير نفس الحاجه، داكشي علاش بقات عنده نفس النتيجه. دونك السؤال هو كيفاش نديزايني واحد اليوميات اللي يخليوني على انني نوصل الاهداف ديالي. هادشي اللي غادي نشوفو في الفيديو ديال اليوم، وغادي نعطيك 5 ديال لي زاسوس اللي غادي يعاونوك باش انه يكون عندك واحد اليوميات اللي يخليوك انك توصل للاهداف ديالك. اول حاجه غادي نبداو بها واللي بريموديال وبلا ما تناقشوا فيها، وهي انه خصو يكون عندك واحد الريتم ديال النعاس. ضروري ما خصكش تكون كتنعس في نفس الوقيته وتفيق في نفس الوقيته. ما تنقولش لك نعس بكري وما تنقولش لك فيق بكري، ولكن كننصحك على انك يكون عندك واحد الريت، يعني كتعرف البدايه ديال النهار ديالك امتى كتبدا، وكتعرف النهايه ديال النهار ديالك امتى كتسالي. حنت الا كان النهار ديالك تيلعب وتيفليك تي، مره كتنعس مع 11، مره كتنعس مع 2، مره مع 3، مره مع 4، مره مع 1، مره كتفيق حتى 9 ديال الصباح، مره كتفيق حتى 11، مره كتفيق حتى 2، فهنا النهار ديالك تيلعب بزاف. دونك حتى لي زاكتيفيتي اللي باغي دير في وسط النهار غادي يكونوا كيتخربقوا، يعني تقدر واحد النهار تكون محدد على انك تمشي تجري مع 8 ديال الصباح، ولكن في الاخر ما فقتي حتى ل 11 ديال النهار، وتقدر شي نهار تفيق مع 7 ديال الصباح ولكن ما عارفش شنو غادي دير، حيت كل مره كيفاش كتفيق. النصيحه ديالي هي يكون عندك واحد الريتم، تكون كتنعس في نفس الوقيته، كتفيق في نفس الوقيته، باش كتكون عارف ها امتى كيبدا النهار، ها امتى كيسالي، حتى لي زاكتيفيتي اللي كدير في وسط النهار كتكون عارف بالضبط فين غادي ديرهم. هادشي غادي يعاونك باش انك تكون ستريكتوري في هذاك الشيء اللي غادي دير في النهار ديالك. هذه ما بين الحوايج الاساسيه واللي ما كنتناقش فيها. الا كانت شي اكسيون خاصك تبدا بها هي الاولى، هي تقاد النعاس ديالك. كيف قلت راه تقدر تكون كتنعس مع 12 ديال الليل وكتفيق حتى 8 ديال الصباح، تقدر تكون كتنعس مع 10 ديال الليل وتفيق مع 5 ديال الصباح، ما تهمش، انا بالنسبه لي بحال بحال، المهم هو يكون عندك واحد البدايه واحد النهايه ديال النهار. ثاني حاجه خاصك ضروري تعرف الاهداف ديالك، شنو غادي دير في النهار ديالك. الحوايج اللي خاصك تركز عليهم وغادي دير في النهار ديالك، اول حاجه غادي يكونوا هما لي زوبليغاسيون، يعني بحال الخدمه مثلا ولا القرايه، يعني خاصك تمشي للخدمه ولا خاصك تمشي للمدرسه. وثاني بريوريتي ولا ثاني اولويه هي الاهداف ديالك. دونك الاهداف ديالك شنو هي؟ حيت الا ما كانش عندك واحد الاهداف، واحد النهار غادي تقول بغيت نتعلم الديزاين، غتشد بزاف ديال الفيديوهات في الديزاين، واحد النهار اخر غترشق لك على الاي كوميرس، غادي تفرج في الاي كوميرس، واحد النهار ترشق لك على الرياضه، غتمشي تريني، وكل نهار ولا كل سيمانه الاهداف ديالك غادي يكونوا كيتبدلوا. العكس الا حددتي الاهداف من الاول، وحددتي الاهداف اللي انت محتاج ليهم دابا ومركز فيهم، ديك الساعه غتخرج منهم العادات اللي خاصك تانستالي وغادي تدخلهم في اليوميات ديالك. الا كان الهدف ديالك هو انك باغي تطيح الوزن ولا يكون عندك واحد الجسم مزيان، فما بين العادات اللي غادي يكون عندك هو انك خاصك تريني 3 مرات في السيمانه، وخاصك تقاد الماكله ديالك. دونك هاد لي زاكتيفيتي ولا هاد العادات خصهم يدخلوا في البرنامج ديال النهار ديالك، ضروري خصهم يكونوا كيدار. ويلا كنتي باغي تتعلم مثلا لونجلي في الاخر ديال العام وباغي تولي تهضر بها، فاكيد غيكون عندك واحد جوج ديال العادات. العاده الاولى هي انك خاصك ضروري واحد ساعه اللي كتقرا فيها لونجلي بينك وبين راسك، وضروري خصك واحد ساعتين في السيمانه مع شي استاذ ديال اللغه الانجليزيه. دونك هادو حتى هما خصهم يكونوا داخلين في البرنامج ديالك. ضروري ما خاصكش تحدد الاهداف ديالك وتخرج منهم العادات، ودوك العادات خصهم يدخلوا في البرنامج اليومي ديالك. ثالث حاجه، من مورا ما تفيق الصباح ومن مورا ما دير واحد الموري روتين، الا كنتي كديرو خذ واحد نص ساعه حتى ساعه خدم فيها على واحد العاده من العادات المهمين اللي غاديين مع الاهداف ديالك، سواء مثلا لونطريمون، ولا سواء مثلا ساعه ديال لونغلي، ولا ساعه غتعلم فيها الديزاين ولا الاي كوميرس. تبدا بها هي الاولى في النهار ديالك. قد ما بديتي بها هي الاولى في النهار ديالك، قد ما غادي تكون مرتاح في وسط النهار، حيت الاولويه والحاجه اللي مهمه ديجا بديتي فيها في الصباح وحيدتيها عليك، يعني قبل ما تمشي للقرايه ولا قبل ما تمشي للخدمه ديجا انت درتيها. يعني حتى النهار كان مكفس وداكشي اللي طرا في وسط منه ماشي هو داك، انت غادي تكون فرحان. علاش؟ حيت لاكتيفيتي المهمه ولا العاده المهمه درتيها قبل من مورا ما فقتي. الا بقيتي غير كل نهار كتاخذ ما بين ساعه حتى ساعه كتافونسي فيها فيغ واحد لوبجيكتيف، كون متاكد على انه من 6 شهور حتى العام غادي تطور بزاف في هذاك المجال ولا في هذاك الهدف اللي باغي توصل ليه. رابع حاجه، خاصك تخصص واحد الوقيته فري في النهار ديالك، بين مثلا واحد ساعه حتى ساعتين، تكون هذه اختياريه كدير فيها انت شنو اللي بغيت. يعني تدخل مثلا انستغرام تبقى غير كتفرج مثلا في الفيديوهات، ولا تدخل مثلا اليوتيوب، ولا تجلس مع اصحابك في القهوه، ولا تدخل تفرج مثلا في شي سيري، وتقدر مثلا ديك ساعه ولا ساعتين يخرج لك فيها مثلا شي بان على غفله. دونك هاد الحاله غادي تكون مستعد ليه حيت عندك داك الوقيته. دونك هاد الوقيته هادي كيف قلت كنسميوها فري تايم، يعني واحد الوقيته اللي انت مخصصها ليك كدير فيها داك الشيء
اللي كتحس بيه في ديك الوقيته. يعني الا راسك قال لك غير بغيت نتكا، ديك الساعه تقدر تتكا. الا قال لك راسك بغيت نتفرج في شي فيلم، تفرج في شي فيلم. المهم انت كتبع الكانه ديالك في هذيك الوقيته. فعلاش كنصح بهذا الفري تايم هذا؟ باش بحال قلتي هو واحد المركز ديال التوازن في النهار ديالك. حيت في النهار ديالك غادي تكون الخدمه ولا القرايه، غادي تكون الخدمه على الاهداف ديالك، ولكن ضروري ما خصنا واحد الوقيته اللي نرفعوا فيها على راسنا، اللي نكونوا فيها بنادم نسمعوا فيها الاحاسيس ديالنا. غير ديك الوقيته ما خصهاش تكون هي النهار كامل، خصها تكون غير كيف قلت واحد ساعه ولا ساعتين. وخامس حاجه غادي نختم بها، قبل ما تنعس ديما سول راسك واحد السؤال. هذا السؤال ما ياخذش لك حتى دقيقه، ولكن عنده واحد لامباكت كبير الا بقيتي كديرو كل نهار. والسؤال شنو هو؟ شنو هي الحاجه اللي درت اليوم وخلاتني على انني نافونسي فيغ لي زوبجيكتيف ديالي؟ ولا بصيغه اخرى، شنو درت اليوم باش نحقق الاهداف ديالي؟ انا كنصحك بعدا في الاول غير تسول هذا السؤال. يعني الجواب تقدر تكون انك درتي شي حاجه، تقدر تكون انك ما درتي حتى شي حاجه. اذا كنتي درتي شي حاجه راك فاليديتي النهار ديالك وراه داز مزيان. اذا كنتي ما درتي حتى شي حاجه، دونك سول راسك شنو غادي دير غدا باش تافونسي وباش تراطرابي هذاك النهار اللي ما درتي فيه والو. دونك هادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا ليا فراسك، نشوفو ان شاء الله في فيديو جديد.